يسرى قريت وبالحقيقة اعترفت، والمصداقية ديالنا بينات، والسريعة وشنيتي كفرشات. هنسمعكم سمعوا الحقيقة باش تعرفوا ان احنا عندنا المصداقية، ماشي بحال الطبالة والنفارة اللي كيطبلو غا هكاك خاوين. اعترفات وفرشات لي السريعة وشنيتيكا، فينك اشنيتيكا؟ بيني ليا وجهك انتي والسريعة اليوم، بينوا ليا وجهكم من بعد هاد الفرشة اللي غادي نفرشكم. وهادشي اللي غنسمع المشاهدين ديالي العزاز، صباح الخير عليكم المشاهدين، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وتمام الصحة والعافية، لا نتوما لا الناس العزاز عليكم. كنتمنى المهمات الخواتات ما تنساونيش من اللايكات ديالكم ودوروا التعاليق والبارطاج الى جات على خاطركم. قبل ما ندوز للتسجيل نسمعكم تسجيل الاعترافات ديال يسرى، اعترفت بالحقيقه كامله، جاتهم فاس من الاخر واعترفت بكل شيء وفرشات لي شنيتيكو السريعه. غندوز لعمي، عمي شنيتيكو، عمي شنيتيكو، دابا عاد بان لك تمرض انت العام كله تسطرت سطرت سطرت، دابا عاد بان لك تمرض، تا شتي التليفون داز الخبره والقاضي وصل فيها الصهد ومجدة ولات روشيرشي، عاد غبرتي ملي كنتي عميمي وعميمي وعميمي شنيتيكو. دابا عندنا شنيتيكو وعندنا شنيتيكو، ملي كنتي عمي شنيتيكو كتمشي اساس على مجدة قدام القهوة، حاضي بحال سميتو غادي منا جاي منا غادي حاضي، ما كنتيش ديك الساعة كتمرض ولا ولا كتزير ولا والو، كنتي صحيح بحال العود. واخا كانت شنيتيكا مخرجاك من عين البرا، جاي تما وتأصليني على مجدة، عنود عمي بلا ما تمرض، عمي دخلت السريعة، عمي عمي بلا ما تمرض دابا، محتاج لك انت. يلا باش تعلمت خشي راسك في المشاكل، كنا كنجيو معاك ونقول سيرا سيرا شنيتيكا ردي البال شنيتيكو، ساعات تا وديها شنيتيكو، وبخبايسك طلعتي وديها شنيتيكو، طلعتي تا ما ساهلش، قال لك العود اللي تحقرو يعميك، تا ماشي عميتينا تا كملتينا الباقية، اللي خلا ولدك كملتي انت، ضل عساس، ايوا دور عاد نوسو عاد تا كيخلصو فيك، حنا ما كنتشفاوش المرض، اللهم لا شماتة، الله يشافي الجميع، ولكن انت درتي الدن غادي كتشارك اختفاء مجدة اللي اختفت فجأة، عاد تا مجدة غبرت وانت غادي تما في بلاصة خدامة مجدة، القضية فإن إن وأخواتها وعماتها وجيرانها، فهمتي ولا ما فهمتيش؟ أعمي أعمي شنيتيكو. دابا غادي ندوز المشاهدين العزاز، غادي نسمعكم ملي كنقولوا لكم أن هادشي راه كذوب وتمثيل في تمثيل، أخباركم هادشي هاد الاعترافات هادي تقدر تنفع سعاد، ولكن من سعاد تكون تيليشارجات هاد المقطع وكل شيء. من البنت البارح اعترفت بكل شيء، انا غادي نسمعكم غنبدل الصوت واحد شويه غادي نزربوا المشاهدين العزاز من بعد ندوزو نحلو. وحده كتبت لهم السيده تزوجات موت ديال البيضات، اختي اللي تزوجات الله يسهل عليها ولا مازال الله يسهل عليها في داك الراجل اللي كتبغي، في داك الراجل اللي كتبغي، لانه عرفتوا انا هاد الايام بغيت نقول لكم واحد الحاجه، انا هاد الايام شحال هادي بعدا نبدل لكم شحال هادي ملي كنسمع شي وحده تزوجات بشي واحد ما كتبغيش وبقات كتبكي وداوها تلاقي بالسيف وهي كتبكي وما عجبهاش الحال الاخر نقول علاش عادي واحد ما كتبغيش تزوجي تقدر كتبغي مع المده عادي زعما عادي هكا كناخذها، ولكن ملي كتحطي انت راه سول مجرب ما تزوجش طبيب وخصك تكوني انت دوزتي هادشي هذا، دابا من هنا الفوق من غادي تبقاي تسمعي هاد الهضره غتحسي حيت جربتي. كذلك دابا انا ملي كنبقى نعاود لكم على مشاكلي ولا نعاود لكم على شي مشكل كتجيكم تقدر بعض الناس تجيهم عادي ولا حتى الا جاتهم صعيبه عادي شويه ما كيحسوش، ماشي داكشي اللي ماشي بحال كتكوني انت اللي محطوطه في داكشي هذاك. دابا انا صراحه جربت انك تزوجي براجل ما كتبغيش بهذا المعنى هادي ما بزاف 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 ديال الحوايج، عرفتي واحد العذاب تزعجي بلا ما نعاود لكم، عذاب نفسي عذاب من كل جوال فهمتي، انا الايام بنيتي على هاد الحاله ومالك بنيتي على هاد القرعه ما شطي لي راسو، تزوجي بيا انا بشعري ما شطي لي ونمشط لك وحك لي ونحك لك، اش داك لهاد العذاب كله؟ مالك على هاد العذاب وهذا الحمل كله؟ لاش كتضحي براسك من اجل واحد ما يستاهلش؟ خلي دار الذنب يستاهل العقوبه، فبارك هادشي دابا راه في الصالح ديال سعاد، دابا نتوما بحال باغا تحتالوا على القانون، كتقولي انا غنتزوج بواحد ما كنبغيش وحقها غير باش الارضاء، وهذه بنتي انك مرغم عليك باش تزوجي وحنا عارفين القضيه، قولي للسريع على كتقول لك ورقه تاخدي ورقه ديال الطلاق، حنا كنقولوا ان هاد البنت مرغمه كتضحي براسها باش تنقذ الاب ديالها لا غير.
هاد القضيه كامله. هادشي في حاله الا كان زواج. حنا غنتسناو الفيديو ديال ضرب الصداق، قالت لك غنضرب الصداق اليوم، ما غنضرب لك كحل في البياض. هذا بان ليا ماشي كحل في البياض، هذا بان ليا صونامي في البحر ماشي كحل في البياض. قالت لك حقه ما حقه. نعاود نسمعكم حيت زربت الصوت شويه باش تسمعوا مزيان وتركزوا المشاهدين على هاد الهضره. هاد الاشرافات وحده كتبت للسيده تولى سموتو البيضات، اختي اللي تولى الله يسهل عليها ولا مازال الله يسهل عليها في داك الراجل اللي كتبغي. انه على هاد الايام بغيت نقول لكم واحد الحاجه، على هاد الايام شحال هادي بعدا نبدا لكم، شحال هادي ملي كنسمع شي وحده تزوجها بشي واحد ما كتبغيهش وبقات كتبكي وداوها تلاقي بالسيف وهي كتبكي وما عجبهاش الحال نقول لها علاش عادي، واحد ما كتبغيش تزوجي تقدر كتبغيه مع المده عادي زعما عادي هكا كناخذها. ولكن ملي كتحطي انت راه سول مجرب ما تزوجش طبيب وخصك تكوني انت دوزتي هادشي هذا. دابا من هنا الفوق ملي غادي تبقاي تسمعي هاد الهضره غتحسي حيت جربتي. كذلك دابا انا ملي كنبقى نعاود لكم على مشاكلي ولا نعاود لكم على شي مشكل كتجيكم تقدر بعض الناس تجيهم عادي ولا تيلا جاتهم صعيبه عادي شويه ما كيحسوش، ماشي داكشي اللي ماشي بحال كتكوني انت محطوطه في داكشي هذاك. دابا انا صراحه جربت انك تزوجي براجل ما كتبغيش بهذا المعنى، هذه بزاف ديال الحوايج عرفتي واحد العذاب تزعجني. صافي سختي يا بنيتي خلينا اللي بغينا، صدق الحق. ايوا المشاهدين دابا شوفوا التحليل دابا، حتى دابا حتى الضفه الاخرى كنخاطبهم الناس اللي ضدنا، اشنو في نظركم ان البنت غتضحي براسها وغتزوج بواحد ما كتبغيش وتعيش هذا العذاب كامل؟ واش في نظركم غير بقى فيها زهير زعما صافي بغات تنقضوا؟ راه مستحيل ومن سابع المستحيلات ان شي وحده غتضحي براسها، وهي كون كانت فعلا كيهمها مصلحه زهير ما غتدخلوش نهار الاول للسجن، ما تعرفش بيه نهار الاول، حيت هي اول واحد اعترفت به هو زهير، كانت باغا تغرقو وفي الاخر غتبغي تزوج به. يستحيل في الاخر عاد صحت الضمير ديالها وعاد فكرت نقدو. علاش هاد البنت ضحات براسها؟ علاش هاد البنت عاشت هاد العذاب كامل؟ علاش هاد البنت زربات بهاد الزربه كامله؟ ايوا شوفوا راه كلشي واضح وكلشي باين، غير اللي بغى يضرق السمس بالغربال، كلشي واضح وكلشي باين. صافي علاش البنت غتضحي براسها باش تزوج بواحد ما كتبغيش؟ علاش؟ على الاقل الرجال يا ودي حنا نبغيوك وبغينا ونديرو ماشي عاد كحل في البياض نديرو، واخا انا معديش مع المسخوطات ولكن ضحك المشاهدين. ولكن القضيه دابا راه واضحه وضوح الشمس، الولد اللي بلغتي بيه نهار الاول واللي اعترفتي عليه صيفتي انتي السبب انك صيفتي للحبس، في الاخر حقه بقى فيا وبغيت نقدو. اي هاي هاي تما كنكونش نعرفوك وانتي بقات فيك تا مهمتك، بقى عايفك بقى فيك واحد واكل الحلوه مره ولا ما عاد جوج مرات، قالت لك لا بقى فيا. وقولي كندرق على مول الفعله، كندرق على مول الكارثه، كندرق على الكافر بالله، كندرق على ابليس هذا اللي ديال الزبله راه ابليس. ايوا صافي دابا بانت المعنى، لا فائده في التكرار. وانت عمي اعمي ولا تقعد عمي تتبان مجده، لا تبقى ديك تمهلا، انا مريض ما انا مريض الله يشافي، ولكن عاد قعد هاد نوس وعاد هادوك. تحياتي لكم المشاهدين الاعزاء، ما تنساوش اللايكات ديالكم والتعاليق والبارطاج، واللي ما دارش ابوني يتابونا فلاشين فضلا وليس امرا. تحياتي لكم.